لدينا دائما الأمل في البقاء في الدرجة الأولى. نعرف أن مستوى الفرق مرتفع وهناك فارق قصير بين الفرق، وأعتقد أننا بإمكاننا البقاء في الدرجة الأولى. علينا أن نفوز حتى نستمر في الثقة في أنفسنا، وهذا يعطينا ثقة أكثر ويساعدنا على الفوز على المنافسين القادمين. وأعتقد أن يساعد ذلك أيضا اللاعبين في التحرر، حتى يكون لدينا فريق جيد في الفجيرة، ولدينا جمهور جيد، ولدينا الشيخ المكتوم يساعدنا أيضا بمساعدة نفسانيا، يساعدنا كثيرا، وهذا يعطينا ويشاهد مبارياتنا، وهذا مهم جدا حتى نشعر بأن هناك من يدعمنا ومن يقف وراءنا بكل الأشخاص الذين يقيمون في الفجيرة. جودزي، صراحة هل ترك دبي أم دبي تركك؟ لا، دبي هو الذي تركني. لقد اتخذوا قرار بدون أي سبب، لأن الفريق كان يحصل على نتائج جيدة. كان مع غريغوري، كان هناك تفاهم بيني وبينه، كان كالأخ بالنسبة، حتى أن كنا نعيش بالقرب من بعضنا وكنا قريبين من بعضنا جدا. وأعتقد أنهم اتخذوا القرار بدون أي تفسيرات، بالرغم من أن الفريق كان جيد وكانت هناك آليات جيدة داخل الميدان، وقد نجحنا في خلق شيء جديد مهم بالنسبة للفريق. ولكن قبل نهاية السوق قالوا لي أنهم لم يعودوا يرغبون في خدماتي. لم أفهم ذلك القرار، ولكنني ذهبت. استغربت من القرار؟ نعم، لأن زعلت من القرار؟ ذلك القرار الذي اتخذه المسؤولين، ولم يكن هناك اي شيء ينتقدونني عليه، وانا كنت اعطي كل ما لدي دائما. الجمهور احتضنني ولم افهم ذلك القرار. لعبت في دبي ولعبت في والان تلعب في الفجيره، شفت الفريقين، في رايك بدون اي عاطفه من سيبقى؟ من ظروف أفضل؟ بما أنني في الفجيرة، من ظروف أفضل؟ الفجيرة سيبقى، ونحن سنقوم بكل ما لدينا. هناك 5 مباريات، ولكن هناك جزئيات في كل مباراة، ويمكن أن تتغير النتيجة في كل لحظة. ولكن بما أنني في الفجيرة، أنا أعطي 100% لهذا الفريق، وأود من كل اللاعبين أن يقدموا كل ما لديهم في كل مباراة. سنقدم كل ما لدينا حتى نبقى في الدرجة الأولى ونستعيد العديد من النقاط. الفريق له نوعية جيدة ويصارع جيدا، وله إصرار على البقاء في الدرجة الأولى، رغم أن مباراتكم القادمة مع المتصدر. نعم، مع المتصدر، ولكن كل المباريات صعبة حاليا في هذه الفترة، ولكن كل الفرق أيضا مجبورة على الفوز، وكلها تريد أن تحصل على النقاط وتعطي كل ما لديها، أما للقب أو لتضمن البقاء. لذلك نحن أيضا علينا أن نقدم أقصى ما لدينا، وأعتقد أن لدينا هذه الرغبة في البقاء، وذلك ما سيساعدنا على تجاوز النزول. جودزي، نحييك بالتأكيد، نحيي فريق الفجيرة لهذه الصحوة اللي أتصور انتظرناها منذ بداية الدوري، وأتصور لو الفجيرة بدأ الدوري مثل ما بدأ في آخر الأسابيع لكان الوضع مختلفا تماما بالنسبة لهذا الفريق. شكرا جودزي لحضورك معنا من خلال هذا الاستوديو، نتمنى لك التوفيق، نتمنى للفجيرة بالتأكيد كل توفيق. شكرا لك. شكرا جزيلا. جودزي كواجي في الدقيقة 24 وسجل ثاني أهداف فريق الفجيرة من لعبة سريعة مفاجئة حلوة كانت حمراء أيضا في ليلة فجراوية بالتأكيد تتمنى